ميدفيديف أعلن بأن موسكو متمسكة بمسار العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق كل الأهداف، على الرغم من الدعم الغربي للجيش الأوكراني بالمعدات الحديثة، والذي وصفه ميدفيديف بأن حلف شمال الأطلسي يحارب روسيا علناً، وبأن الجانب الروسي يمتلك كل المعدات العسكرية والتقنية لحماية المصالح الروسية ولتحقيق الأهداف العسكرية التي أطلق من أجلها بوتين ما وصفه بالعملية العسكرية الخاصة. ميدانياً أيضاً سينار، الجيش الروسي يقول بأنه خلال 24 ساعة الماضية تمكن من تحييد أكثر من 650 عسكري أوكراني بعد صد عشرات الهجمات التي قامت بها القوات الأوكرانية في محاور متفرقة، أبرزها محور كراسني ليمان وزاباروجيا وخيرسون، بالإضافة إلى كل من دونيتسك وجنوب دونيتسك. الجيش الروسي يقول بأنه أحبط كل المحاولات للقوات الأوكرانية التي حاولت من خلالها القوات الأوكرانية اختراق دفاعات الجيش الروسي، خاصة ما تعلق بمحور خيرسون، أين أكدت القوات الروسية إحباط محاولة لإنزال بحري للقوات الأوكرانية استعمل خلالها الجيش الأوكراني قاربين من أجل الوصول إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر. القوات الروسية قالت أيضا بأنها دمرت عددا كبيرا من المعدات العسكرية التي استعملتها القوات الأوكرانية في هجماتها الأخيرة. اللافت للانتباه سينار هي أن منطقة البحر الأسود تحولت إلى منطقة للصراع الكبير بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، خاصة في ظل التصريحات التي صدرت من الرئاسة الأوكرانية والتي قالت من خلالها كييف بأنها ستتعامل مع السفن الروسية التي تنقل النفط بمثابة أهداف عسكرية مشروعة بالنسبة للجيش الأوكراني، ما دفع بموسكو لأن ترد بأن هذه الأفكار تعكس الطبيعة الحقيقية لما وصفه الكرملين بنظام كييف الإرهابي، متوعدا بأن موسكو ستعمل على الحفاظ على مصالحها في منطقة البحر الأسود وحماية كل السفن الروسية بما فيها الحربية أو التجارية في المنطقة. قمعنا يوسف تحول إلى ثائر عمر من كييف. ثائر، يعني أيضا تطورات استهداف الموانئ الروسية من قبل كييف. نعم سينار، بما يتعلق بالموانئ وتحديدا بما يتعلق بجبهة البحر الأسود إذا باتت تسمى بهذا المسمى، في ظل التصريحات من قبل السلطات الأوكرانية باستهداف السفن الحربية أو حتى السفن الناقلة للنفط في البحر الأسود، هو يأتي في إطار العملية العسكرية الروسية وفي إطار استهداف مناطق ونقاط الدعم اللوجستي للقوات الروسية، بحيث أن الأسطول البحري الروسي يتغذى بالنفط من قبل نقاط مركزية تتواجد في بعض المناطق المهمة والاستراتيجية في جزيرة القرم، وربما تكون هذه المناطق هي أهداف عسكرية من قبل القوات الأوكرانية في الأيام القليلة القادمة. في ذات النطاق، المتحدثة باسم القوات الجنوبية ناتاليا هومنوك أشارت إلى أن القوات العسكرية الروسية تدفع بالمزيد من التعزيزات في البحر الأسود، وأشارت إلى أنها تشرك ما يقارب 10 سفن حربية وقتالية الآن متواجدة في أماكن مختلفة في البحر الأسود وأخرى متواجدة في بحر قزوين، وقالت أن هذه السفن هي تقوم بشكل مباشر وبشكل مستمر بمناورات عسكرية على طول خط المواجهة في البحر الأسود وفي المياه الإقليمية في ذات المنطقة، وأشارت إلى أن الأسطول الحربي الروسي في هذه المنطقة يعيش حالة من الذعر بعد الاستهدافات الأخيرة التي ألمحت إليها هذه المتحدثة، التي اعترفت بها السلطات الأوكرانية عن الاستهداف الأسطول البحر الأسود في هذه المنطقة. وفي ذات النطاق، تحدثت السلطات المحلية عن الحصيلة النهائية للاستهداف الروسي الذي استهدف مدينة باكروفسك في شرقي البلاد، وأشارت إلى أن الحصيلة النهائية لعدد الجرحى تصل إلى 88 جريح أوكراني وكذلك 7 قتلى في صفوف المواطنين بعد الاستهداف الروسي في مساء الأمس. إذن ثائر عمر من كييف.
ويوسف بيجار من موسكو مراسلانا، شكرا جزيلا لكما.